السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نواصل مسيرتنا مع هذه الفلفل اللي هجناه، والحين ما شاء الله بعد ما وصل طول كل نبتة تقريبا نقول 3 إلى 4 بوصة، فالحين نقدر ننقل هالنبتات إلى الأصائص اللي راح تبقى فيها إلى نهاية الموسم، اللي هي هذه الأصائص اللي هي 15 لتر. فراح تتم في هذه الأصائص ممكن تستفيد هي من أحجام أكبر، ولكن ما عندي المساحة أن أستخدم أصائص أكبر من 15 لتر، و 15 لتر راح يعطي حجم معقول للنبتة. ف 15 لتر حسب خبرتي وجدت أن 10 لتر شوية صغير، بالذات أن هذه فيها جينات فلفلة الكينج ناغا، الكينج ناغا ما تستحمل أصيصها 10 لتر، تحتاج أكبر من 10 لتر بكثير. التباسكو ممكن تعيش في 10 لتر، ولكن احنا ما ندري اي جينات راح هذه النبتة تاخذ، ف 15 لتر ممكن يكون معقول بالنسبة حق النبتات. فراح انقلها الى هذه الاصائص. النقطة الوحيدة اللي راح اذكرها انه راح استخدم تربة جديدة، فراح اخلط تربة جديدة على اساس تكون التجربة ما تتأثر بعوامل ثانية ان اعيد استخدام تربة مستخدمها من قبل تكون فيها اسمدة او تكون فيها مشاكل. فراح استخدم تربة جديدة، راح اخلطها مع بيرلايت وكذا حسب الخلطه اللي دائما استخدمها. ما راح اضيف لها بيت موس لان البيت موس عالي في هذه التربه اللي شريتها، فمجرد راح اضيف لها بيرلايت وراح نضيف ننقل الشتلات الى هذه الاصايص. نقطه مهمه ان راح انقل الملصق اللي مكتوب عليه رقم النبته والفصيله الى الاصيص الاكبر على اساس نحافظ على سلاله النبتات مستقبليا، ونعرف كل نبته اي واحده، ونستمر على الترقيم اللي اتبعناه. الحين انا ملأت الاصيص الى هذا المستوى، فعندي تقريبا الى هذا الحد تقريبا هذه المسافه من الاصيص ما ملأتها، فراح انقل النبته. فنلاحظ ان الجذور وصلت الى قاع الاصيص، وراح انزل النبتة. طبعا راح ادفن شوي اعلى في الطماط والفلفل، ما في اي مشكلة ان ندفن اعلى من سطح التربة. هذه النباتات ما فيها اي مشكلة، بالذات الطماط ما في اي مشكلة، راح تنمو الجذور من الساق اللي ندفنه. شيء وحيد راح اتكلم عنه او ابين لكم اني راح اضيف كمية من ال NPK الافراز البطيء، كمية متساوية لكل النباتات. راح أضيف ملعقة واحدة، ملعقة طعام واحدة لكل أصيص من النباتات، علشان بس أتأكد أن التغذية متساوية للنباتات وظروف النمو شبه متساوية يعني. فراح أواصل وراح نتابع تطور هذه النباتات. فالحين مثل ما احنا شايفين نقلنا النباتات العشرة في الأصايص 15 لتر، وحطينا حق كل واحدة ملعقة أكل من الـ NPK الإفراز البطيء حوالين النبتة، ورجعنا الملصقات اللي فيها أرقام النبتات على كل أصيص، وراح إن شاء الله نتابع تطورهم ونموهم إلى أن إن شاء الله التثمير. فأتوقع الفيديو اللي راح إن شاء الله يكون قريب التثمير أو بعد ظهور أول الثمر. راح نتابع تطورهم، وأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو، وإذا في عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.